استكمل مجلس الشيوخ مناقشة دراسة مقدمة بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، حيث قدم عدد من النواب رؤاهم ومقترحاتهم بشأن هذه الدراسة. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمواصلة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واستكمل المجلس خلال جلسته نظر تقرير حول دراسة مقدمة بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، حيث قدم عدد من النواب رؤاهم ومقترحاتهم بشأن الدراسة. الحقيقة أن موضوع الدراسة هو موضوع هام جدا، لأن الاهتمام بالأسمدة في ظل توجه مصر نحو الاتساع في الرقعة الزراعية، ففي دلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، تشكى الخير 1.1 مليون فدان. هذا التوسع الهائل بيتطلب بالفعل توفر الأسمدة لتحقيق جودة في المنتج الزراعي وزيادته وإمكانية تصديره. فإن التوسع في صناعة الأسمدة في مصر موضوع هام جدا، لأنه يحقق زيادة الأمن الغذائي وسد حاجة المواطن، وهو موضوع مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي. النواب أكدوا ضرورة زيادة كميات الأسمدة الموردة من المصانع المنتجة إلى السوق المحلي، لافتين إلى أن الكميات المنتجة من الأسمدة الأزوتية تبلغ نحو 20 مليون طن سنويا. ومن الأهمية أن نولي اهتماما بجميع جوانب العملية الزراعية ومتطلباتها، وفي مقدمة هذه المتطلبات الأسمدة الزراعية التي يزداد الحاجة إليها في ظل رؤية الدولة للتنمية 2030، والتي تؤكد على أهمية التوسع في الزراعة أفقيا وراسيا، وهو ما يحتاج إلى زيادة في المخصبات والأسمدة الزراعية، مما يتطلب زيادة التوسع في إنشاء مصانع للأسمدة الزراعية، أسوة بافتتاح فخامة الرئيس مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة. وبعد رصد كل ما جاء في مناقشات النواب، وافق المجلس على التقرير وقرر إحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم. وهكذا يواصل مجلس الشيوخ مهامه وأداء دوره الرقابي والنيابي لصالح الدولة والمجتمع.